كان في بقالنا كام يوم كده المدخنين بيتكلموا على ان هم شايفين ارتفاع كبير في اسعار السجاير، وقالوا ان الزياده يعني في العلبه وصلت ل 2 جنيه، وده طبعا اللي كان بيستدعي رد من القائمين على المساله دي. فرئيس مجلس اداره الشركه الشرقيه للدخان قال النهارده ووضح انه اولا ما كانش فيه خالص زياده في الاسعار، وان القصه كلها ان انتاج السجاير الاجنبيه انخفض الاسبوع اللي فات بحوالي 50% نتيجة لأن الخامات المرتبطة بتوفر الدولار ما هياش موجودة، فقال هي دي بس المشكلة، لكن ما فيش أي زيادة في أسعار السجاير، وإن الأسعار ما حصلش فيها أي تحريك، ولكن كما هي العادة دايما إن السوق وبعض التجار هم اللي بدروا إن هم يزودوا السعر لأن المعروض قل، فبالتالي هم المخزون عندهم أو الموجود فبيبدأوا يحطوه بالسعر اللي يعني تلعبوا فيه. لكن قال برضو إن الأسبوع اللي جاي هيكون في عودة للكميات المصنعة من السجائر الأجنبية بشكل تدريجي، يعني زادت ما زادتش ممكن تكون دي فرصة للناس إن هم يقللوا يبطلوا السجائر. لكن نشوف الناس شافت الموضوع إزاي بشكل عام من خلال كده بعض الآراء اللي هنتابعها. ترفع في كل حاجه، سجاير ولحمه وفراخ وكل حاجه، يعني مش مكانش على السجاير بس. حرام 19 جنيه يعني، حرام. احنا كل يوم بنجيب علبتين بكام؟ يعني الواحد 19 جنيه حرام، ما ينزلوها زي ما هي حتى ب 15 جنيه 17 جنيه حلوه مش وحشه. علبه السجاير الاول كانت ب 3 جنيه ونص ودلوقتي بقت ب 10 جنيه، يعني الواحد ممكن في اليوم ممكن يشرب له علبتين سجاير ب 20 جنيه، يعني مش عارف الواحد يعمل ايه. سعرها غالي اكتر من الاول كده، يعني هي منعوها خالص وخلاص بقى. هو احنا المفروض من نرفع يعني السجاير دي لو ترتفع مثلا عشان الشباب الصغير ما يشربهاش، ان احنا اصلا نحطها بسن قانوني عشان نرتاح ونثبت اسعارها. حرام احنا ناكل ولا نشرب سجاير ولا نعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ يعني ناكل ولا نشرب سجاير؟ يعني برضو احنا بنتكلم وبنرد على نفسنا.